أما ذكر التفضيل بين الحسن والحسين ليعلم أن الأدلة كثيرة على أن الحسن أفضل من الحسين، كما قال ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة، بل قال باتفاق أهل السنة، وذلك لما ذكر رحمه الله ذلك الحديث الموضوع الذي اختلقته الرافضة من أن الله خير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بين إبراهيم والحسين فاختار الحسين. ومع هذا كله فالذي يظهر أن أهل السنة لا يذكرون فضله مطلقا كمعلومة فقط، وإنما يذكرونها في الرد على الرافضة لإبطال شيء من منهجهم، كما هو صنيع ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة.